دعونا نستعرض كل شيء عرفناه حتى الآن. من الجيد أن نستمر بالمراجعة، إن هذان شيئان يجب أن لا تنساهما طيلة حياتك. إذا كان لدي خط وإذا رسمت زاوية، دعونا نفترض أن هذه نقطة محورية، صحيح؟ إذا سرت بهذا الخط جميعه أو بشكل دائري يتكون 360 درجة. لقد تعلمنا أن 360 درجة تعني دائرة، لقد تعلمنا إذن أنها تعني دائرة، أليس كذلك؟ تعلمنا أيضا أنه إذا كان لدي خطان هكذا، إذا كان لدي زاويتان، دعوني أرسمها هكذا، إذن هكذا، وهذه الزاوية X، هذه الزاوية Y، X وY زاويتان مكملتان، X وY زاويتان مكملتان لبعضهما، supplementary، supplementary. وهذا يعني أن مجموعهما هو 180 درجة، X زائد Y يساوي 180، ولما هذا منطقي؟ لأنه انظر، إذا قمت بجمع X زائد Y سنذهب نصف المسافة حول الدائرة، أي 180 درجة، صحيح؟ هذا جزء من الطريق وهذا بقيته، X زائد Y يساوي 180، أتمنى أنكم تعلمتم ذلك. دعوني أغير الألوان من أجل التنويع، دعوني أستخدم أداة الخط، إذا كان لدي، دعوني أرى، أريد أن أرسم خطوط عمودية، إذا كان لدي هذا الخط ثم هذا الخط فهما عموديان، ثم لدي خط آخر ولنفترض أنه يتحرك هكذا، ثم نفترض أن هذه الزاوية X، هذه الزاوية X وهذه الزاوية Y، هذه الزاوية Y. حسناً، قد قلت أن هذا الخط وهذا الخط عموديان، صحيح؟ هذا يعني أنهما يتقاطعان بزاوية 90 درجة. نحن نعلم أن كل هذه عبارة عن زاوية قياسها 90 درجة. إذن ما الذي نعرفه عن X زائد Y؟ حسناً، X زائد Y يساوي 90 درجة، أو يمكننا أن نقول أن X وY هما زاويتان متممتان، complementary. عادة أحتار بين مصطلحي مكمل ومتمم، أظن أن ما عليك إلا حفظهما. وهناك طريقة سهلة، أن مجموع زاويتان 180 أي زوايا مكملة، ممكن أن تقول 180 أكثر من 100 كاملة أي مكملة، هكذا ربما، هذا يساعد على تقوية ذاكرتك. أما المتممة، مجموع الزوايا 90 أي لم تتمم المئة، بالتالي متممة. لا أعلم إذا كنت أنطقها بالشكل الصحيح، complementary، complementary. على كل حال دعونا نستمر، دعونا نتعلم المزيد عن الزوايا، وما سأفعله هو أنني سأعطيكم مجموعة أسلحة، وعندما تملكونها سيمكنكم حل هذه الأسئلة التي سأعطيكم إياها. خذوا هذه الآن، ثم في عروض لاحقة ربما سنحل بعض المسائل، وكما تعلمون أنني أستخدم المتغيرات هنا، وكما ترون هنا X وY، فيمكنكم وضع أعداد، إذا كانت X تساوي 30 درجة بالتالي Y ستساوي 60 درجة، أو في هذه الحالة إذا كانت X تساوي 45 درجة بالتالي فإن Y ستكون 135 درجة. هذه الطريقة الأخرى. دعوني أرسم خاصية أخرى للزوايا التي تقاطع الخطوط،
إذا كان لدي زاويتان وخطان يتقاطعان هكذا، يتقاطعان هكذا، إنها مجموعة أشياء مثيرة للاهتمام. أولا سأعلمكم عن الزوايا المتقابلة بالرأس. دعوني أبدل الألوان، دعوني أستخدم اللون الأصفر. إذا كانت هذه الزاوية قياسها X درجة، ويتضح أن الزاوية المقابلة بالرأس أيضا تساوي X درجة. إذا الزاوية المقابلة بالرأس أيضا تساوي X درجة. ألا تصدقوني؟ حسنا دعوني أثبت هذا لكم. دعوني أسمي هذه لا أعلم، دعوني أسميها Y درجة. Y درجة صحيح، وسأثبت لكم أن X و Y متساويتان. ما الذي نعرفه بالفعل؟ دعوني أسمي الزاوية الأخرى، إنني أفعل هذا بهدف تحييركم، لنسمي هذه الزاوية هنا بالزاوية Z. إذن هذه الزاوية بالزاوية Z. حسنا، ما الذي نعرفه عن الزاوية X والزاوية Z؟ ربما ليس واضحا لكن لأنني رسمتها بطريقة مختلفة قليلة، لكني سأعطيكم تلميحا صغيرا باستخدام لون مناسب. ما هي الزاوية التي تمثل كل هذا؟ حسنا، إنني أسير على الخط أليس كذلك؟ هذه منتصف المسافة حول الدائرة، إذا ما هذه الزاوية؟ هذه الزاوية قياسها 180 درجة، إذا كم تساوي X زائد Z؟ حسنا، X زائد Z تساوي ذاك الخط الأكبر، إذا هنا X زائد Z تساوي، سأستخدم اللون الأزرق لأكمل المعادلة هنا، تساوي 180 درجة، أو أن Z و X هي زوايا مكملة. Supplementary زوايا مكملة. حسنا، ماذا نعرف عن Z؟ Z تساوي 180. Z تساوي 180 ناقص X، لأن X زائد C يساوي 180. جيد، الآن ما هي العلاقة بين Z و Y؟ حسنا، Y و Z مكملتان أيضا، لأنه انظر إذا رسمت هذه الزاوية، انظر إلى هذه الزاوية الكبيرة، ما هي؟ مرة أخرى لازلت في منتصف المسافة حول الدائرة، لكن الآن أستخدم هذا الخط. إذن هذه 180 درجة أيضا. نعلم أن زاوية Z زائد الزاوية Y تساويان 180 درجة. إذن Z زائد Y تساوي 180، صحيح؟ أو لا أريد الاستمرار في كتابتها، لكن Y و Z أيضا زاويتان مكملتان، لكننا أوجدنا أن Z تساوي 180 ناقص X، أليس كذلك؟ إذن دعونا نعوض ذلك هنا، فنحصل على 180 ناقص X زائد Y تساوي 180. لما لا نطرح 180 درجة من طرفي المعادلة؟ يتم حذف هذه ونحصل على ناقص X زائد Y تساوي 0، ومن ثم نضيف X لطرفي المعادلة نحصل على Y تساوي X. هذه طريق طويلة لنثبت شيء بسيط جدا، هو أن الزوايا المتقابلة بالرأس متساوية، إذن X تساوي Y.
وإذا تلاعبت بها، إذا قمت برسم مجموعة خطوط مستقيمة وتتقاطع على زوايا مختلفة، أعتقد أنك عندما تمعن النظر بها ستبدو منطقية، وبشكل مشابه إذا كان يوجد زاوية قياسها زي، ستكون الزاوية المقابلة بالرأس لها هنا أيضا زي. ماذا نعرف الآن؟ الزوايا الإجمالية في الدائرة قياسها 360 درجة. عند دمج زاويتان ستكونان نصف الطريق حول الدائرة، أو أنهما يتحدان ليكونان خط. هناك طرق مختلفة للتفكير في الأمر. نحن نعلم أنهما مكملتان ومجموعهما يصل إلى 180 درجة، إذا x زائد y يساوي 180. وعندما يكون مجموعهما 90 درجة يكونا متممتين، x زائد y يساوي 90. ثم أن الزوايا المتقابلة بالرأس تكون متساوية، هذه الزاوية مساوية لهذه، ثم أن هذه الزاوية تكون مساوية لهذه الزاوية لنفس السبب، لأنها متقابلتان بالرأس. في العرض التالي سأوضح لكم الخطوط المتوازية والمستقيمات القاطعة والعديد من المصطلحات التي أعتقد أنها مفاهيم مباشرة. أراكم في العرض التالي.